السلام عليكم. يا ريت إذا سامعين صوتي تحكوا لي يا شباب. عادي افتحوا المايك واحكوا إذا سامعين صوتي. سامعيني؟ سامعين صح؟ تمام ماشي إن شاء الله. راح نكمل محاضرتنا. احنا المرة الماضية طالع معكم الشاشة تمام صح؟ كنا المرة الماضية بدأنا نحكي عن فلويد الكترولايت. مني احنا رح نحكي عن الكترولايت واحد اللي هو الصوديوم. بلشنا وحكينا عن البادي فلويد كومبارتمنت، ثيرابيتك فلويد اللي هم مني كانوا كولود وكريستالويد، وكمان حكينا عن المينتيننس ثيرابي لما انا مريض يكون بالام بي او ستيت او ما باخذ اي شيء باي ماوث. صح؟ حكينا اخر شيء اذا كان مريضي عنده dehydration أو كان في عنده fluid loss كيف أنا راح أعطي الفلويد. بس نرجع آخر سلايدين اللي هم maintenance therapy وال dehydration نحكي عنها شوي. طبعا dehydration حنرجع نحكي عنها كمان شوي مع الهايبرنترينيا. عادة أنا dehydration بيكون في عندي loss بالtotal body water، يعني mainly بيكون في عندي loss هو water أكثر من الصوديوم. ممكن يكون في عندي لوس الصوديوم بس ما بيكون نفس الاماونت او خلينا نحكي بنفس الكونسنتريشن كورليتد للووتر. فغالبا انا هون بصير عندي الصوديوم يرتفع لانه كونسنتريشن، فغالبا بيكون عندي هايبرنترينيا. طيب في عندي كوزز كثير للتوتال بودي ووتر ديشن حنحكيهم كمان شوي مع الهايبرنترينيا عشان نختصر نمشي. الهايبرفوليميا مين اللي هي بتكون في عندي هون لوس بالإكسترا سيلولر فلويد، فبيكون في عنده لوس بالووتر والصوديوم الاثنين مع بعض. فعادة المانيفستيشنز اللي ببين فيها بالهايبوفوليميا بتكون مبين فيها انه في ديكريز بالإنترا فاسكولر فلويد، فبيكون في عندي تاكيكارديا وهايبوتنشن، بيكون كمان البيو ان للسيرم كرياتينين ريشيو هون عالي، هاي بتدلي على هايبوبرفيوج من الكدني او احيانا نحكي عنها بري رينال اي كي اي. دراي موكس ميمبرين طبعا هاي ممكن اشوفها كمان بالديهايدريشن. حكينا انه غالبا بالبراكتس ما بيفرقوا كثير بين الهايبوفوليميا والديهايدريشن وبعطوا فلويد، بس انا رح انتبه بشكل اساسي للصوديوم كونسنتريشن لانه اذا كان عندي هايبر ناتريميا يفترض انه اعطي فلويد اما يكون هايبوتونيك او اصلا ما في صوديوم نهائيا. ففلويد ريسستيشن عادة أو اللي هي هون بعطي ريبليسمنت للفلويد لوس. أنا عندي فلويد لوس، عندي ديفيسيت عند مريضي، لازم إني أعطي فلويد. عادة بيكون للهايبوفوليميك بيشنت عندهم ممكن سبسز أو لأي كونديشن صار في عندي ديكريز بالإكسترا سيلولر فلويد، فهون لازم إني أعطي فلويد حتى أرجع الأورجان بيرفيوجن طبيعي، لأن الهايبوفوليميك ممكن يعمل إسكيمة للأورجان وممكن يصير في عندي أورجان دامج. فضروري انه ارجع اعطي sufficient fluid. عادة بالفلويد resuscitation ممكن صراحة كل condition عن condition يكون في عندي بروتوكول مختلف. يعني مثلا سبسس في لها بروتوكول بوضح، او مثلا لو كان مريضي عنده خلينا نحكي اديسون ديزيز داخل بكرايسس كمان في بروتوكولات حنلاقيها داخل. بس احنا بنحكي as general rule لما يكون مريضي مثلا عنده هايبوتنشن. حكينا انه لما يصير ديكريز بالاكسترا سيلولر فلويد بكون ممكن يصير عندي هايبوتنشن. فهايبوتنشن عاده انا ببلش اعطي فلويد نورمال سلاين غالبا للهايبوتنشن اكثر واحد يرفع للضغط، راح اعطي 500 ل 1000 مل بولس. طبعا مش بولس معناها اني فعلا اعطيتها بوش مره واحده، تقريبا ممكن اعطيها اوفر 30 مل، بس انا بحكي عنها وهم تكون انترميتنت انفيوجن. بعدين براقب ضغط مريضي، اذا ما تحسن برجع اكرر كمان مره. فغالبا انا بعتمد على السيمبتومز تبعت مريضي.
فونس انه صير مريضي البلد بريشر عنده اكثر من 90/60 هون بيكون صار تقريبا ستيبل. فممكن انه اعمل سويتش من الفلويد اللي هون كانت ريسستيشن او البوليسز اللي انا بكررهم حتى ارفع الضغط واحوله على المينتنس فلويد يعني. فغالبا هون حكي انا كون انا مريضي ممكن يكون هايبوتنسز بيشنت راح اعطيه نورمال سلاين لاكتات درينجر كمان ممكن انها تكون تشويس. في سيفير كيسز احيانا ما بصير في عندي ريسبونس جود للنورمال سلاين خصوصا لما يكون مريضي عنده الالبومين اصلا لو وانا بحاجه اني ارفع لمكتك بريشر هون ممكن اني اعطي كولويد مينلي البومين 5% كونسنتريشن. حكينا بعد ما انه مريضي يصير ستابل عاده اذا كان فعلا على الام بي او ومريضي بحاجه اني اعطيه فلويد بعطيه المينتنس فلويد از اي في اذا ما كنت بقدر اعطيه اورال. غالبا المينتنس فلويد اي في بيكونوا للبيشنت اللي على الام بي او ستيت ام بي او ناثينج باي ماوث هم بيكونوا صايمين اما انا صومتهم او انا نفس البيشنت عنده سيمتومز بتخليه مش قادر انه يشرب خصوصا الجي اي سيمتومز لما يكون عنده كثير في فوميتنج او اذا كان عنده جي اي بليدنج او كونديشن زي هيك او هو مثلا كان عنده بين سيفير وهو مش قادر اصلا ياكل. فالمينتنس فلويد في عندي كذا اكويجن ممكن انا استعملهم حتى اعمل استيميشن للمينتنس فلويد. فاول اكويجن هي يمكن اكثر اكويجن حشوفوها بالبراكتس وبستعملها لبوث الادلت والبيدياتريك بيشنت. طبعا بالبيدياتريك بيشنت نعرف انه ممكن يكونوا لي اي وزن البيدياتريك ممكن يكون 5 كيلو 4 كيلو 14 كيلو شو ما كان يكون. فمشان هيك نعطي لكل كيلو تحت العشرة كيلو يعني اول عشرة كيلو من وزن المريض وراح اعطي لكل كيلو 100 مل. فلو كان مثلا وزنه 5 كيلو انا راح اعطي 500 مل وبس. بس لو كان مثلا وزن مريضي 15 كيلو انا اول عشرة كيلو بعطي لكل كيلو 100 ثاني 10 كيلو بعطي لكل كيلو 50. فلما اخذنا الاكزامبل از 15 كيلو لاول 10 راح اعطي لتر وبعدين في عندي صفه 5 كيلو ضرب 50 مل صفه 250 مل. فراح يكون مثلا لهذا التشايلد انا راح اعطي 1250 مل. الادلتس عاده بيكون وزنهم اكثر من 20 كيلو فانا بعد ال20 بصير اعطي 20 مل لكل كي جي. بالادلت عاده انا بختصر المعادله بحط 1500 زائد 20 بفتح قوس الويت ناقص 20 لانه اول 20 كيلو لهم ال 1500. اذا يا جماعه اي شيء مش واضح معكم احكوا يا ريت ما بتخيل انه راح ارجع اشوفكم بعد اليوم. طيب واضحه. في عندي انذر اكويجن بالبراكتس هي اسهل اللي هي السكند وان اللي هي بس باخذ وزن مريضي وبضرب 20 ل 40 مل بير كي جي هي بس فور ادلت بيشنت. واخر معادله ممكن انا استعملها بحالات بكون عندي في مونيتورنج للانبوت اوتبوت وهون في بكون عندي زائد الاوتبوت لازم انه اعمل استيميشن للانسنسبل لوس. غالبا الاكويجن الاخيره ممكن استعملها برير كيسز لما يكون عندي انبوت اوتبوت. الانبوت اوتبوت مش دائما افيلبل عندي مونيتورنج بالمستشفى. الاوتبوت غالبا انا لازم اراقبه اعمل يورين كولكشن بنركب فولس كاثيتر. هون هي شوي بتكون مش مريحه للمريض ولا حتى للتيم انهم يضلوا يعملوا يورين كولكشن واستيميشن. بس اذا كان مريضي انا ما يعني حاله الفلويد ستاتس عنده مش كثير ستيبل هو مثلا انا ما بقدر اتوقع قديش ممكن يطلع اوتبوت ومشان احسب الانبوت لازم ان اعرف قديش الاوتبوت تبعه خصوصا كيسز لما يكون الاوتبوت كثير عنده. مثلا على سبيل المثال اذا مريضي عامل ريسنتلي ترانسبلانت كدني ترانسبلانت تقريبا هون ببلش اليورينيشن عنده ماسف بيطلع يمكن 14 لتر باليوم مش زي مثلا انا حدا نورمال ما عنده اي بروبلم ممكن يطلع 2 لتر. فهون لازم اني اعمل ريبليسمنت لكل اللوس اللي عنده. حكينا مينلي المينتنس فلويد انا بفضل اني اعطي دكستروز 5 مع هالف نورمال سلاين. هون ما بكون اني بعلقت بالصوديوم دخلت مريضي بريسك للهايبرنسيميا وكمان اعطيته كالوريز مع ريبليسمنت للبوتاسيوم. ممكن استعمل انذر فلويد صحيح بس يعني هو مثلا هذا از اكزامبل ويعني خلينا نحكي لمعظم المرضى بكون كويس. نيجي على الصوديوم. طبعا الصوديوم
نعرف انه هو المين كاتايون في الاكسترا سيلولر فلويد، فهو اكثر كونسنتريشن لما نطلع على الالكترولايت عندي بيكون للصوديوم. كمان انا في عندي ديلي ريكويرمنت، لازم انه في عندي ديلي انتيك اخذ تقريبا 1 لـ 1.5 ملي ايكوفالنت بير كي جي. النورمال رينج للصوديوم بين 135 ل 145، اقل من 135 انا عندي هايبونترينيا، اكثر من 145 انا عندي هايبرنترينيا. طبعا لانه هو المين كاتايون عندي فهو اصلا موجود عندي as concentration، فما بقدر ابدا اني احكي عن الصوديوم without الفلويد. فدائما الصوديوم، اصلا الصوديوم هو كان يعني اهم كاتايون بالاوزماتيك بريشر، فكان هو كثير بتحكم لي بالديستريبيوشن الفلويد بين الانتراسيلولار والاكستراسيلولار فلويد. فلما نيجي على الهايبرنترمي حكينا انه سيرم اقل من 135، هنرجع لها شوي بس انا حتيجيني احنا على الهايبرنترمي نبلش بالاول. طيب نيجي على الهايبرنترمي، حكينا عن الهايبرنترمي انه هي بيكون عندي الصوديوم كونسنتريشن اكثر من 145، حكينا انها كلوز related لمين؟ للديهايدريشن. ديهايدريشن عادة لأنه بصير في عندي distilled water، أقل نحكي free water loss، بكون في عندي الconcentration للصوديوم أعلى. فالسيمتوم في typical symptoms للديهايدريشن حيكون إيش في عندي؟ first mental slowing, dry mucous membrane. كمان إذا صارت عندي more severe وصار progression للhyperenthema وصارت أكثر، ممكن يصير في عندي manifestation mentally، ممكن يصير confusion hallucination وأكثر، ممكن مريضي كمان يدخل intracranial bleeding coma، فممكن هو يكون life threatening condition. as hyperinsulinemia حكينا ال causes ممكن تكون هي loss، mainly هي loss للwater أكثر من loss لمين؟ للصوديوم. فممكن تكون insensible water loss، ممكن تكون GI، أو ممكن يكون إشي central or nephrogic diabetics diabetes insipidus. انا هون عندي مشكله بالانتي دايبرتيك هرمون، عندي ايش هون بكون؟ بكون insufficient. الانتي دايبرتيك هرمون هو بمنع الدايرسيس، لما يصير في عندي في deficiency بصير عندي دايرسيس كثير، فانا هون بصير عندي dehydration. او osmotic دايرسيس، طبعا osmotically active agent او الكترولايت مين اللي هم جلوكوز صوديوم، حالات لما يكون عندي دي ام الجلوكوز كثير عالي ويصير عندي اوزماتيك دايرسيس، او اليوريا كمان ممكن مانيتول، ممكن تكون عندي مشكله حكينا بالهايبوثيلموس، او يكون عندي هي ريجوليشن اللي هي الانتي دايرتيك هرمون او الجلوكوكورتيكويد اكسس، او ممكن يكون صار عندي شيفتنج للفلويد، حالات السيجر والسيفير اكسرسايز، هون بصير في عندي شيفت للفلويد للانتراسيلولر فبيبين عندي هايبر نتريميا. او ممكن انا اكون عملت سكندري هايبر نتريميا لما زدت الانتيك من الهايبر تونيك سوليوشن لما اعطيتهم لمريضي بالمستشفى. فهون يعني لما ما نكون نراقب صح ونعمل صح ممكن انا ادخل مريضي هايبر نتريميا. كناهم نيجي على التريتمنت، كونه أنا عندي هايبرنتريميا فيفترض إنه أعطي فلويد لأنه عندي لوس للووتر. لما أعطي فلويد راح أعطيهم هايبوتونيك فلويد، أو أنا أعطيهم صوديوم فري فلويد. فعادة أنا أبلش أعمل استيميشن للديفيسيت عندي بالووتر، ففي عندي إكواجن، نشوف الإكواجن هي 0.4 ضرب اللين بدي ويت بالسيرم صوديوم على 140 ناقص 1. هاي المعادلة بتكون للفيميل بيشنت. إذا كان عندي ميل بيشنت بدل ما أضرب 0.4 بالبداية بضرب 0.5. هسا هي المعادلة هاي أنا ماخذها من التوتال بدي ووتر. إذا بتتذكر معادلة التوتال بدي ووتر أنا كانت نص للفيميل وكان للميل بيشنت 6 بالعشرة، هون أنا أخذت بأقل بواحد بالعشرة أو تقريبا حسبت إنه في عندي ديفيسيت 10% لأنه أنا مريضي عنده dehydration فعنده fluid loss، فما total body water هون عنده أقل من النورمال. لما كانت مثلا 60% من وزنه
لما صار عنده dehydration صارت 50% من وزنه. مشان هيك هون صارت المعادلة factors فيها 0.4 و 0.5. أنا مثلاً حاسب dehydration. طبعاً أنا في بالصوديوم هو بتحكم بالأزمولاليتي. حكينا الأزمولاليتي mainly أكثر مثلاً organ أنا عندي بتأثر فيها هو البرين. الهايبر أزمولار أو هايبو أزمولار الاثنين ممكن يعملوا لي serious complication بالبرين. فالبرين لما يصير في عندي تغيير بالأزمولاليتي بحاول أنا يعمل adaptation. بالكرونيك كيسز هي طبعاً تحتاج تقريباً 48 ساعة. بالكرونيك كيسز كونه عندي adaptation صار والبرين بحاول أنا أضبط الأزمولاليتي adaptation mechanism، أنا ما بحاول أنه أنزل أو أرفع الصوديوم بسرعة لأنه كمان بعمل لي complication ثانية. فعادة أنا لما أعطي فلويد خصوصاً بالكرونيك هايبرناتريميا ما بحاول إني أعدل السيرم صوديوم سريع، فعادة ممكن إن أظل بين يومين لثلاث أيام 48 ساعة ل 72 ساعة حتى إني أرجع الصوديوم للنورمال ليفل. كمان أنا عندي الماكسيمم ريدكشن بالصوديوم حيكون تقريباً 12 ملي إيكوفيلنت، وعادة إحنا بننزل أقل. طبعاً هذا الماكسيمم بير ديل. الإكسس كوركشن حكينا بيعمل لي إيش؟ سيربرال إيدما. السيربرال إيدما ممكن تكون فيتل ويصير في ديث. طيب فعندي الهايبرنتريميا حكينا بداية راح أعرف إذا كانت هي أكيوت هايبرنتريميا أو كرونيك هايبرنتريميا. فالأكيوت بكل بساطة اللي هي صارت خلال فترة أقل من 48 ساعة، الكرونيك أكثر من 48 ساعة. الموست cases of hyperinsulinemia هم chronic. فنتطلع على ال correction للصوديوم. أنا لما بدي أستعمل fluid بدي أختار fluid يكون ما في صوديوم وact as free water أو distilled water. حكينا مين اللي act like distilled water أو free water هو مين؟ dextrose. لأن حكينا لما نعمل administration للdextrose IV بصير في metabolism للdextrose بس بتصفي عندي مين؟ الووتر. فكونه زي ما حكينا الأكيوت كيسز ما بكون صار عندي فول أدابتيشن للأزمولاليتي ولا إنه هون ممكن إني أنزل أسرع. فريبليسمنت بعمل للووتر ديفيسيت بالمعادلة اللي حسبناها قبل شوي within 24 hours. كيف الفلويد ريجمن؟ أنا عادة بعطي ديستيلد ووتر ديكستروز at 3 to 6 ml per kg per hour. الماكسيموم أعطي 660 ميل بير أور. كونه أنا هون بعطي فلويد شوي زيادة ديستيلد ووتر فالمفروض إنه أراقب السيروم صوديوم والجلوكوز ليفل كل 1-3 أور. أكيد رح أراقب الجلوكوز ليفل لأن حكينا الدكستروز هو أصلا إيش؟ جلوكوز. فممكن أدخل مريضي بهايبرغليسيميا. إذا دخل بهايبرغليسيميا ممكن أحتاج إني أنزل الريت أو أقل الكونسنتريشن للدكستروز أعطي أو أعطي هاي معه هايبوتونيك سلاين زي 0.45 NaCl. يفترض أنه أضل أراقب. هون ممكن بالأكيوت كيس أنزل الصوديوم ليفل بالساعة الواحدة بين 1-2 ملي إيكوفيلنت. هون ممكن أمشي أسرع فبضل أعمل مونيتورينج لحد ما أنه مريضي يوصل على أقل من 145. أنا هون رجعت للنورمال رينج بالصوديوم. لما أرجع على النورمال بقلل الانفيوجن ريت. بالأول أنا كنت أعطي 3 to 6 ميل، هون رح أعطي 1 ميل بير كي جي بير أور. وأكيد رح أضل أراقب السيروم صوديوم. هون بصفي يمكن يكون لست فريكونت لأنه أنا نزلت الريت. لما أوصل لل 140 اللي هي تقريباً الـ average sodium level هون تقريباً بوقف الـ treatment. طيب هاي بحالة لما يكون عندي acute case. بالـ chronic case حكينا أنا هون رح أمشي more gradual لأنه في عندي risk للcerebral edema إذا أنا نزلت بسرعة. فما رح أنزل باليوم أكثر من 10 ملي equivalent. إحنا حكينا الماكسيمم 12 بس معظم الأحيان ما بنزل أكثر من 10 خلال 24 hours. فهون معناها إذا كان مريضي عنده صوديوم 160-165 فمعناها ممكن أوصله بيومين لثلاث مش مشكلة. أهم إشي ما أدخل مريضي بسيربرال إيديما. فالإنيشال
fluid regimen هون إذا بتلاحظوا أقل بكثير الريت من حالة الأكيوت. هون بعطي 1.35 مل بير كي جي بير أور، الماكسيمم بير أور هي 150 مل. كونه أنا بعطي صوديوم أقل معناها ممكن إني أعمل مونيترينج، كونه بعطي ديكستروز أقل سوري وبنزل الصوديوم بسرعة أقل، فممكن أعمل مونيترينج للصوديوم ليفل كل 4 إلى 6 ساعات. تمام. If the target rate of correction is attained, monitor serum sodium every 12 to 24 hours until normonitrinia is attained. طبعا أنا عندي rate ممكن بالأور يكون تقريبا هو نص، أنا رح أنزل نص ملي equivalent per hour، والتارجت تبعي تقريبا ربع لنص. تمام، هاي بالنسبة ل الهايبرناتريميا. نيجي على الموضوع اللي شوي أصعب وبده تركيز أكثر، الهايبرناتريميا. هايبرناتريميا سمبلي هون بكون عندي الصوديوم كونسنتريشن أقل من 135 ملي إيكوفالنت. فونس إنه أنا وصلت لأرقام أقل من 135 أنا عندي هايبرناتريميا. حكينا دائما أنا في كورليشن بين الصوديوم وبين الفلويد، فما بنفع إنه أحكي عن الصوديوم without خلينا نحكي evaluation للفوليوم status لمريضي. فممكن تيجيني على 4 types الهايبونتريميا، ممكن تكون hypertonic hyponatremia أو hypotonic hyponatremia with an increase in extracellular fluid، أو ممكن تكون hypotonic hyponatremia with a normal extracellular fluid، أو بتكون hypotonic hyponatremia with a decrease in extracellular volume. هون بنحكي عنهم تابل بتخيل ممكن نلخصهم بأسلوب حلو. فالهايبوفوليميا هايبوفوليميك هايبونتريما أو اللي هي احنا حكينا هايبوتونيك هايبونتريميا والدكريز بالإكسترا سيلولار فلويد. أنا هون بكون في عندي ديفيسيت إمبوث الصوديوم والفلويد، بس الديفيسيت أو الدكريز بالصوديوم كان أكثر من الووتر، مشان هيك بكون الكونسنتريشن للصوديوم عندي اقل بتبين معي هايبونتريميا. هون ايش ممكن تكون الكوزز؟ فلويد لوس خصوصا بالاكسترسولولار فلويد زي MSS، دياريا، فيفر. نلاحظ كمان في ميديكيشن ممكن تعمل لي هذا الكونديشن الدايوريتكس. فلما مثلا انا اعطي فيوريسامايد ويعمل لي هايبونتريميا، فنوع الهايبونتريميا بتكون في عندي ديكريز بالاكسترسولولار فلويد، انا ومريضي بيكون عنده هايبوفوليميا. معظم الميديكيشنز الثانيين بيعملوا النوع الثاني اللي هي ايش؟ ايوفوليميك هايبونتريميا. ايوفوليميك هايبونتريميا انا هون ما عندي مشكله اصلا بالصوديوم، الصوديوم اماونت عندي نورمال، بس المشكله انه صار في عندي اكسس فلويد فده يعمل لي ديليوشن بالصوديوم كونسنتريشن، فبين كانه عندي لوس بالصوديوم رغم انه فعليا ما عندي. المشكله كانت بالووتر. فاشهر مثال اللي بيعملها الاس اي ADH اللي هي سيندروم اوف انابروبيت ADH او اللي هي انديديريتك هرمون سكريشن. انا هون بيكون عندي اكسس هرمون، فانتي ديريتك معناها ايش؟ لما يكون عندي ان اكسس معناها ما صار في عندي ديريس البيشن، فصار عندي ووتر ريتنشن، فصار عندي اكسس ووتر عملت ديليوشن للصوديوم. في ميديكيشنز كثير بيعملوها هنحكي عنهم كمان شوي. النوع الثالث اللي هي هايبرفوليميك هايبونتريميا، انا هون بيكون عندي اكسس امبوست صوديوم وكمان الفلويد، بس الاكسس الفلويد اكثر، عشان هيك الكونسنتريشن للصوديوم مبين عندي انه لو. فدائما هاي بتصير عند المرضى اللي عندهم ايديما، مينلي مرضى الهارت فيلر، السيروسيس والنيفروتيك سيندروم. نيجي على اول نوع هايبرتونيك هايبونتريميا. إذا لاحظنا أصلاً أنا hypertonic hyponatremia أنا ما حكيت إشي عن الفلويد كيف تكون فيها، وهي mainly associated with significant hyperglycemia. إذا متذكرين معادلة الأوزمولاليتي كان فيها two factors أو اللي هي الإفكتيف أوزمولاليتي تونيتيتي اللي كنا نحكي عنها، كان كنت أضرب 2 في الصوديوم زائد الجلوكوز ليفل، واليوريا ما بنحسبها كنا بالإفكتيف أوزمولاليتي. فأنا هون كونه عنده هايبرنتريميا اكيد الصوديوم كونسنتريشن لو، فمين اللي عوض عمل عندي الهايبرتونيك ستيت؟ هو مين؟ الجلوكوز. طيب از فلويد احنا ما حكينا شو وضع الفلويد هون،
هذا فيكم بس بقدر يتوقع كيف الفلويد بتكونوا مريضي عنده overload ولا euvolemic ولا هو كان عنده dehydration أو عنده hypovolemia. ولا حدا عنده جواب؟ طيب كونه أنا الجلوكوز عندي عالي طبعا إيش بده يعمل لي؟ osmotic diuresis. فهاي تبيك ممكن إنه إيش يصير في عندي diuresis معناها بده يصير في عندي loss للفلويد. فهون ممكن مريضي عنده الجلوكوز عالي لأنه الجلوكوز عالي بعمل تريجرينج للدايريسيس فبصير عندي لوس بالفلويد. هون كونه اصلا المشكله اساسها مش الصوديوم، هون اساسها مين؟ الهايبرغليسيميا. فالتريتمنت غالبا بتكون ايش؟ اعالج الهايبرغليسيميا ومينلي انا راح اعطي ايش؟ انسولين حتى انزل الهايبرغليسيميا اللي عندي. طيب الهايبرفوليميك هايبرناتريميا، هايبرفوليميك حكينا عندي اوفرلود مينلي هي بالهارت فيلر ليفر سيروسز والنيفروتيك سيندروم. طبعا التريتمنت اول شيء باي كونديشن اكيوت بحاول اني ادور على السبب. عندي هارت فيلر التريتمنت بشكل اساسي التريتمنت للهارت فيلر. هارت فيلر انا كيف بعالجه؟ بعطي مين ايس انهيبيتور او ارت، وبعطي مين بيتا بلوكر ميتوبرولول بيزوبرولول او كارفيدولول، وممكن ان احتاج اعطي سبيرونولاكتون صح. فغالبا باللي بالمودريت كيسز او اللي ما فيها اسيمتوماتيك بس هي التريتمنت للكوزيتيف للكونديشن. ايوفوليميك حكينا انه انا هون بيكون في عندي نورمال كونسنتريشن اوف صوديوم بس المشكله انه في عندي فلويد ريتينشن جايتني من الاوفر سكريشن من الانتي دايريتيك هرمون. ففي عندي كثير كوزز لهذا الكونديشن، ممكن تكون كارسينوماز او بالمنري دايز اوردرز زي النيمونيا تيبركولوسيز او سي ان اس ديسوردرز. وكمان بيهمني كثير تعرفوا الميديكيشنز اللي بيعملوا هذا الكونديشن زي سلفونيلوريز انتي نيوبلاستيك ايجنت باربيتوريت مورفين انتي سايكوتكس تراي سايكليك انتي ديبريسنت نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ايجنتس سيد بيعملوها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور دوبامين اغونست وجنرال انستيتيك ايجنت. فهذول ممكن كلياتهم يعملوا لي. فعاده اذا انا مريضي صار عنده هايبرناتريميا وكانت ايوفوليميك هايبرناتريميا انا مريضي ماشي على اي واحد منهم راح احاول اني اوقفه. تمام. طيب هايبوتونيك هايبرناتريميا حكينا انهم مينلي هون بكون عندي هايبوفوليميا فانا في عندي ديفيسيت بالووتر فهي غالبا بتكون من جي اي لوس burns أو من الwounds أو sweating أو أحيانا ممكن في conditions بيكون في عندي مشكلة بالالدستيرون أو الأدرينال gland in general بيكون عندي الكورتيزون level low زي حالات الأديسون ديزيز. هون ممكن كمان يصير في عندي hyponatremia وhypovolemic بتكون لأن الكورتيزون صراحة اللي رول تعرفوا إنه أصلا من side effect لما أنا أعطي كورتيزون بعمل إيش water retention فالinsufficiency فيه فإيش هتعمل لي لوس بالووتر. تريتمنت طبعا هون بتتكون كوركشن للكوز اكيد. تمام هون راح اعطي صوديوم ووتر حتى اني اعوض الديفيسيت اللي عندي. في عندي هون اكويجن بحسب فيها صوديوم ديفيسيت عاده ما بستعملها بالتريتمنت. لو انا مثلا حسبت الاماونت اوف صوديوم ديفيسيت بس ما راح اعوض المريض صوديوم بناء على هاي الاكويجن نوت ريكومندد صراحه. بري تريتمنت ايفالويشن قبل ما انا ابلش تريتمنت لازم بالدرجه الاولى اعرف اذا مريضي عنده اكيوت هايبوناتريميا ولا كرونيك هايبوناتريميا. اكيوت هايبوناتريميا دائما بتصير within 48 hours or less. الكرونيك اذا كانت unknown او اذا كانت اكثر من 48 hours هون بعتبرها كرونيك هايبوناتريميا. بعدين راح اطلع على السيفيريتي اوف هايبوناتريميا اكوردنج تو سيروم صوديوم كونسنتريشن. اذا كان عندي سيفير هايبوناتريميا بيكون السيروم صوديوم less than 120 واذا كان عندي مودريت ممكن تكون ب 120 و 129 والمايل بتكون بين 130 و 134.
في بونس جدا مهمة. أنا لما أكون بالمايلد هايبرنترينيا أو اللي هي بين 130 و134، أنا غالبا هون ما رح أعطي هايبرتونكسلاين ولا رح يعني أعالج الكيس أز أكيوت، أو خلينا نحكي ما رح تكون إمرجنسي كيس. فهايبرتونكسلاين ما رح أعطيهم، بس بدور على السبب وحاول إني أعالج السبب، فما بتحتاج invasive treatment. طيب determine the severity، آخر إشي severity ممكن أحددها according to patient symptom، ممكن تكون mild moderate severe or asymptomatic. شو يعني لما أحكي عن مريض عنده mild or moderate or severe symptoms؟ هسا أكثر ما بيهموني بالsymptoms هم severe. إذا مريضي يعني صار عنده delirium، صار عنده seizure coma or respiratory arrest، وممكن كمان يعمل لي death الhyponatremia severe، هاي بتكون alarming symptom. أنا لازم أبلش هايبرتونيك سلاين مباشرة وأعالج المريض وما أستنى أبدا أبدا شو ما كانت acute or chronic. هسا بيجي عندي moderate والmild symptoms، هم مهمين عندي بس مش لدرجة السفير. فممكن يكون headache lethargy أو يعني confusion nausea، ممكن كمان تكون mild. فضل منتبه لهم إنه بكون مريضي symptomatic. حنيجي على الالغوريثم ونشوف كيف حنعالج. treatment goals، أول ما أبلش لازم أعرف أنا إيش بدي. فأول إشي أنا عندي decline بالسيرم صوديوم، بدي أدور على السبب حتى أوقف الديكلاين بالسيرم صوديوم. ما بنفع إنه أنا يظل في عندي ongoing decline بالسيرم صوديوم. كمان في عندي decrease the intracranial pressure in patient with risk of developing brain herniation. طبعاً brain herniation اللي هي very severe condition وصير related للأكيوت هايبوناترينيا، غالباً كرونيك ما بتعمل لي إياها. فلما يرتفع عندي الانتركرانيال بريشر كثير بيعمل عندي إيديما، سيربرال إيديما ماسف، وممكن بعدين يصير عندي برين هيرنيشن. فهذول المرضى لازم أعالجهم مباشرة وما أستنى اللي عندهم هاي ريسك للبرين هيرنيشن. كمان المريض حكينا سيمتوماتيك، أنا لازم أن أعالج السيمتوم بالذات السيفير سيمتوم، ما رح أستنى أبداً على مريضي. في عندي ريسك من الاكسسيف كوركشن اوف هايبونتريما، حكينا هون غالبا بتكون الريسك اكثر بالكرونيك هايبونتريما اللي هي او دي اس اللي هي اوزمتيك ديمانيشن سيندروم. كمان هاي بنكون يكون في عندي ايرفيرسيبل دامج للنيورونز فما بدي اياها. فالاوفر كوركشن اذا انا عالجت واعطيت الهايبرتونكسلاين 3% كونسنتريشن عالي، ممكن ادخل مريضي condition أو complication اللي هي ODS osmotic demyelination syndrome. هاي ما بدي إياها في patient رح يعني حيكونوا بhigh risk، ورح أحاول إنه ما أنزل الصوديوم عندهم بسرعة. بالacute cases بخاف كثير من إشي اسمه brain herniation، هون إذا تركت مريضي without treatment ممكن يدخل فيها. فأنا لازم أنا أعمل هون balance between risk من الـ untreated patient brain herniation life threatening، وكمان من الـ over treatment الـ ODS. الـ rate of correction، عادة أنا بالـ hyponatremia ما بحاول إنه أرفع السيرم صوديوم كثير، غالبا daily برفعه 4 to 6 milli equivalent، وهذول 4 to 6 milli equivalent أنا بحصلهم خلال 6 ساعات والـ 24 ساعة بكمل بس مونيتورينج. اذا نزل مع رجع بالصوديوم مع مريضه ممكن اني ارجع اعطيه، بس غالبا ما برفع عن 4 to 6، لانه اذا رفع انا اكثر ممكن انا ادخل بكيس اللي هي حكينا اوفر كوركشن وادخل المريض باو دي اس اوزمتيك ديمايلينيشن سيندروم. فالماكسيمم ريت اوف كوركشن شود بي 8. حتلاقوا في ريفرنس تحكي لك 10 و11، بس في ايفيدنس انه على 10 و11 كان في يصير عندي او دي اس، فما بدي ريت عالي 4 to 6 هو يعني good goal. هون كمان عادة لما أرفع 4 to 6 يصير مريضي معظم الأحيان السيمتومز بتروح من عنده، يكفي إني أرفع بس 4 to 6 ملي إيكوفيلنت. حكينا أنه within 6 hours المايند كيسز حكينا هون غالبا بكونوا أي سيمتوماتيك ومش بحاجة إني أعطيهم هايبرتونكسلاين، بس بدي أعملهم مونيتورينج. General measures include the following. هذول الميجرز لازم إنه أعملهم لكل البيشنت شو ما كانت تكون الكيس. لازم إنه أعرف الأندرلاين كوز وأعالجه. لازم إنه أطلع على الميديكيشن، أطلع على الميديكيشن هيستوري تبع مريضي. إذا عنده أي drug that can contribute to hyponatremia لازم إني أوقفه.
كمان لا إذا قدرت أوقفه في ميديكيشن ممكن يكون في ريسك من إن أوقفهم. فإذا قدرت أوقفه بوقفه، ما قدرت ممكن بحاول إني أبدله. أو هون رح أقيم ريسك versus benefit، إيش الريسك إذا وقفته وإيش البنفيت اللي رح أحصلها إذا تركته. reduce the intake of electrolyte free water، أكيد أنا حكينا بكل الكيسز اللي كان في عندي فيها hypernatremia كانت عندي excess water، فلازم إنه يصير في عندي fluid restriction. إذا كنت أنا بعطي مريضي IV hypotonic fluid أنا أوقفهم، أو كمان مريضي ممكن أعطي diet results لأن عندهم hypernatremia ممكن أعطيهم إياه orally. other therapy اللي هي بال SIADH هون ممكن أعطي loop diuretics أو أعطي oral salt أو اليوريا حسب الكيس اللي عندي. في patient حكينا ممكن إنه يكون في عندهم risk إنه يصير over correction أو rapidly reversible condition، هذول الريسك عالي عندهم لل ODS، فغالبا بحتاج إني أعطيهم desmopressin مع التريتمنت اللي هي 3% normal saline حتى ما يدخلوا لي ب ODS، اللي هم البيشنت اللي عندهم hypernatremia لأنه عندهم volume depletion hypovolemia، أو اللي بيشنت اللي عندهم adrenal insufficiency. هذول يعني مباشرة مجرد ما عملت correction للكود ممكن إنه ترجع عندي hypernatremia يصيرها correction سريع أدخل ب ODS، أو البيشنت اللي عندهم SIADH بس هون بتتكون أكيوت غالبا مش كرونيك. عندي هذا الألغوريثم اللي هو حنمشي فيه مشان تريتمنت للهايبونتريميا، بده صراحة تركيز في تفاصيل. طيب فأول حكينا أول ستيب الهايبونتريميا لازم إنه أنا أعرف مريضي عنده أكيوت أو كرونيك. أكيوت أو كرونيك هايبونتريميا، أكيوت أقل من 48 hours، كرونيك أكثر من 48 hours. لما أعرف إنه أكيوت ثاني إشي راح أطلع على سيمتوم. إذا مريضي عنده سيمتوم مباشرة راح أبلش أعطيه إيش 100 مل من 3% سالين، راح أكررها مرتين وأنا لازم أزيد. يعني أنا راح أظل أكرر بال 100 مل تقريبا هي تنعطى على 10 دقائق. فأنا مريضي حكينا إنه عنده severe symptoms، هو عنده delirium، هو عنده seizure، هو داخل بكوما أو عنده respiratory arrest، هذول السيمتومز مباشر أنا ببلش أعطيه 100 مل بولس of 3% 10 دقائق. أنا مريضي ما راح السيمتوم بكرر مرة ثانية بكرر مرة ثالثة، أهم إشي إنها السيمتومز تروح عندي. تمام، لازم أضل أراقب حكينا الصوديوم أورلي until صوديوم تقريبا increase by 4-6 ملي equivalent. هون لما أوصل ممكن الفريكونسي للمونترينج أقللها، أنا في الأول كنت أراقب كل ساعة. إذا رجعت نزلت عندي الهايبونتريميا عن الرقم اللي أنا رفعته 4-6 ممكن إني أكرر التريتمنت. الجنرال ميجر حكينا موجودة للكل، اللي حكينا بالأول بدي أدور على الكوز، أدور على الدرجز اللي ممكن تعمل لي الكونديشن، وأعمل restriction على الفلويد، وممكن أعطي بالدايت صوديوم، أو إذا كنت بعطي IV hypotonic saline أوقفها. طيب إذا كان مريضي ما عنده سيمتوم بس هو أكيوت، هون راح أطلع ممكن يصير في auto correction للكونديشن. يعني أنا حسب الهيستوري تبع مريضي بتوقع أن الكوز راح وهو لحاله حيتحسن، هون إيش بعمل؟ بس مونيتورينج للكونديشن، ما راح أعمل إشي ثاني. لكن إذا مثلاً صار عندي أو الكونديشن ما كان بصير له أوتو ريجوريشن، هون لازم أعطي 50 مل أوف بولس 3% سالين هايبرتونيك سالين. هون بعطي تقريباً نص اللي أعطيتهم للسيفير كيسز أو كان سيفير سيمتوماتيك، وكمان راح أراقب الصوديوم أورلي. الأكيوت إلى حد ما سهلة شوي، الكرونيك بدها تركيز أكثر. الكرونيك حكينا بالأول أنا عرفت إنها كرونيك لأنها أكثر من 48 ساعة، بتطلع على سيفير سيمتوم. حكينا دائما سيفير سيمتوم أنا لازم أتصرف، ما بستنى، سواء كانت أكيوت أو كرونيك راح أعالج على نفس الطريقة، راح أعطي 100 مل من 3% سالين على نفس، يعني نفس طريقة التريتمنت اللي حكيناها قبل شوي.
كمان بدي أطلع إذا مريضي عنده ريسك عالي لسيربرال إيديما أو حكينا الكومبليكيشن. هون إذا كان عنده انتركرينيال باثولوجي، يعني عنده برين هيموريج، عنده نيوبلازم، عنده برين إنجري، شو ما كان يكون، أو الانتركرينيال برشور عنده عالي لأي سبب إن كان، هون لازم كمان إني أعالج بسرعة، وراح أعطي الميت ميل من الـ 3% سالين. طيب إذا ما كانوا هذول الكونديشن عند مريدي، يعني مريدي ما عنده سيفير سيمتوم، مريدي كرونيك كيس وما عنده انتركرينيال باثولوجي، فتطلع هون على السيرم صوديوم، إذا كان أقل من 120 هون برجع بتطلع على الكوز. إذا كان self-induced water intoxication، يعني أنا مريضي زي ما احنا حاطين بين قوسين عنده وليدبسيا بشرب مي كثير هو اللي عمل، هون بتوقع أنه ممكن أوقف السبب، فغالبا إيش بعمل؟ بس مونيتورينج، بعمل مونيتورينج للصوديوم كل 6 إلى 12 ساعة، والجنرال ماجرز حكينا دائما موجودين معي. إذا ما كان self-induced هون برجع بدور على سبب ثاني، بتطلع إذا مريضي عنده إيديما، يعني أنا بتطلع إذا هون كانت عنده هايبرفوليميا، هي هايبرفوليميك هايبرنوتريميا. الهايبرفوليميك هايبرنوتريميا مين اللي هي عند مين بتكون؟ عند المرضى اللي عندهم هارت فيلر، ليفر سيروسز، وحكينا النيفرتك سيندروم. إذا عنده هون ساعتها بعطي 3% سالاين بس بدوز كثير أقل، هنا كنت أعطي 100 أو أعطي 50، هون بعطي 15 لـ 30 ميل بير أور مع الفيوريساميد. أنا مريضي أصلاً عنده أوفرلود، بدي أتخلص من الفلود الزيادة اللي عنده، يعني أنا مريضي هون أصلاً عنده إكسس من بوث الصوديوم والووتر، بس عنده الووتر أكثر، فراح أعطي معهم الديوريتيك حالة الهارت فيلر، ريفرس الروسز، النيفرتك سيندروم، وأكيد راح أراقب الصوديوم كل 2-4 hours، وراح أوقف الرجمن وما راح أعطي البوينتد أو 3% سالين بعد ما يوصل عندي السيرم كونسنتريشن 125. هسه إذا كان البيشنت عندي ما عنده إيديما، يعني أنا مريضي ما كان self-induced water intoxication ولا كان عنده إيديما، بتطلع إذا كان في عنده ريسك للـ ODS، يعني أنا لما أعطيه الـ 3% saline عنده ريسك يدخل بـ ADS. مين اللي عندهم ريسك للـ ADS؟ اللي عندهم rapidly reversible condition حكيناهم قبل شوي، ممكن كانت عنده هايبوفوليميا أو عنده أدرينال إنسوفيشنسي أو عنده ترانزيت زي ما حكينا، هي مش كرونيك SIADH. هذول بتوقع لما أنا أعادل الكوز يصير في عندهم إنكريز الصوديوم ليفل سريع، يعني أكثر من اللي أنا بديهم 4 على 6، فبدي أدير بالي من أنه يصير عندهم ODS. كمان في بيشنت هم معروفين أنهم هاي ريسك لل ODS، مين هم؟ اللي عندهم سيرم صوديوم لسان 105، وكمان اللي عندهم concurrent hypokalemia أو alcoholic patient أو اللي عنده malnutrition أو عنده liver disease. فالبيشنت اللي عندهم ريسك اللي هم هون هذول الهاي ريسك أو اللي ممكن يصير فيه rapidly reversible condition عندهم، هذول الاثنين لازم أعطي مع الـ 3% saline desmopressin اللي هو مين؟ analog للـ ADH. كمان بدوز إذا منلاحظ هي إلى حد ما له 15-30 ميل بير أور، هون continuous infusion بعطيها وبدل أراقب serum sodium level frequently. طيب ونفس الإشي لما أوصل 125 أنا بوقف الهايبرتونيك سلاين. إذا مريضي ما عنده ريسك للـ ODS عالي، هون بقدر إني بس أعطي الـ 3% بدون التسموبريسين على نفس الرجمن with frequent monitoring لل serum sodium. هتصفوا مين عندي اللي ضلوا؟ البيشنت اللي كانوا asymptomatic ما عندهم symptom والserum sodium level عندهم، serum sodium level كان أكثر من 20، أقل من 20 حكينا من عالج، نطلع على الكونديشن إذا كان في عنده self-induced water أو كان عنده إيديما أو كان عنده ريسك للـ ODS. اللي أكثر من 20 هون غالباً ما رح أعالج، ما رح أعطي الـ 3% NACL، بس إذا كان symptomatic هون لازم إن أعالجه as inpatient وأراقبه frequently بالمستشفى، مشان إذا صار عنده symptom بأي لحظة أنا أروح على وين؟ على symptomatic patient أو على، أو صار عنده rapid decrease بال
سيرم صوديوم. إذا ما كان عنده سيمتوم هون إيش بعالجه بالأوت بيشنت سيتنج، بس بعمل الجنرال ماجر اللي حكينا عليهم بالأول، بعدل الكوز. طيب هاي بالنسبة للألغوريثم تبع الهايبونتريميا، واضح يا جماعة؟ السلايدات اللي ضلت بس هي الألغوريثم مشان يكون بشكل أوضح، بس كان مقصود. تمام، احنا هيك بنكون كملنا إن شاء الله. إذا ما حدا عنده سؤال أنا رح أنهي هون. حدا عنده سؤال لآخر مرة رح أسأل؟ يعطيك العافية دكتورة. تمام، الله يعافيكم يا رب. ماشي، يعطيكم العافية، موفقين يا رب.